الله يعني. يعني خليني أحييكم وأحيي الدكتور أحمد عطاشة رئيس المؤتمر. طبعا المؤتمر في الإسلام الثاني عن التعليم والتقديم يعني. والنهارده مستمعين في حدث شديد الأهمية، لأن إحنا بنتكلم على صحة الشباب، إحنا بنتكلم على 60% من الشعب المصري. بنتكلم على أهم قطاعات المجتمع. يمكن زي ما أشار المذيع الفاضل في تقديمه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقطاع الشباب اهتمام خاص جدا. ويمكن شفنا على مدار سنوات حكمه العديد من مؤتمرات الشباب، مش مؤتمر واحد. ولا المسألة برضه متعلقة بأكاديمية الشباب بس، اللي هو حدث مهم جدا برضه، لكن لا الحقيقة يمكن على مدار العام بيحصل أكثر من مؤتمر خاص بالشباب ومناقشة كل مشاكل الشباب. من هنا جه اهتمام مؤسسة الأهرام بهذا القطاع، وقطاع خاص جدا هي اهتمت بيه نصف الدنيا ورئيسة التحرير المتميزة زميلتنا الأستاذة أمل المتوسط. السنة اللي فاتت عملت حاجة مهمة، اللي هي كان مؤتمر خاص بصحة المرأة، وكان عمل شديد الأهمية. السنة دي بنتكلم على مؤتمر خاص بصحة الشباب، وإن شاء الله مش هيبقى ده بقى، دي النواة لمؤتمر دائم تنظمه مؤسسة الأهرام سنويا بإذن الله. دي بس الدكتورة إن شاء الله بتجربة ناجحة نقدر نبني عليها مستقبلا، لأن إحنا بنتكلم على قطاع شديد الأهمية وشديد الحساسية. ويمكن كنت لسه بتكلم مع الدكتور أحمد عكاشة في كيفية يعني هناك يعني مخاطر شديدة جدا تتعلق بصحة الشباب. بنتكلم على أمراض تكنولوجية حديثة، بنتكلم على أمراض اكتئاب وإدمان، بنتكلم على أمراض تغذية، بنتكلم على أشياء كثيرة جدا 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 يعني بتحاول تسلب الشباب أعز ما يملك وهو صحته. لأن البني آدم عموما فما بالنا بقطاع الشباب اللي هو يعني يبقى يعني قمة الزهو وقمة الحيوية وقمة النشاط، أن يحرم من صحته لسبب ما. من هنا إحنا قاعدين النهارده أو هذا المؤتمر بيتكلم عن القصة دي تحديدا، إزاي نوفر الصحة للشباب، وإزاي نقي الشباب من الأمراض التي يمكن أن تهددهم، وإزاي يكون لدينا شباب صحي يقدر يقوم بدوره في بناء هذا الوطن وتقدمه ورفعته، وإن شاء الله يبقى باقي نقطته المستقبلية اللي إحنا كلنا نسعى إليها. يعني لدينا النهارده كوكبه متميزه من الاطباء المتميزين والاساتذه في مختلف التخصصات.